السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم من جديد في قصر الفخامة مع أبو معاوية، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. حلقة أخرى رائعة على العطور الرائعة كما العادة، ولكن هذه الحلقة استثنائية صراحة. نقولها ونعود نقولها في المقدمة، هذه المرة هذه تمتعنا في العطور. الناس كيفاش نقول لكم، الاخوه اللي مبليين بالعطور غيعرفوني علاش كنتكلم. صراحه تمتعنا وبغينا المزيد ان شاء الله، وباقي المزيد بغينا المزيد، لاننا احنا كنستمتعوا بالعطور وكنعيشوا مع العطور. اللي اول مره غيشوف الفيديو كيسول على المحل في الدار البيضاء، عين الشق، شارع امقاله، داخل سوق ياسمينه، رقم المحل 23 ا. ومرحبا بالجميع، توصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم، والدفع عند تسليم. ومرحبا بالجميع اخواني واخواتي، صراحه اللي الناس اللي كيتواصلوا معايا بالاخص هاد الربع ايام هادي، تعطلت عليكم سمحوا لي، راكم عارفين اشنا هو واقع الضغط عليا، ما ساليش باش نزل لي فيديو. تخيلوا معايا كاين بعض العطور اللي اصلا سالاو لي ما لقيتش كيفاش ننزلهم. المهم قدروا الظروف وصافي. لهذا غنطلب منكم عاوتاني مره اخرى، ملي كيكون عندي الضغط راه كنقولها لكم، الله يجازيكم بخير هاد الايام هادي. اللي بغى يكوموندي ثاني يسهل عليا، عطر كذا كذا كذا، اللي فايش معامل معايا راه كنعرف لادريس ديالو، اللي اول مره يدير لي لادريس الله يجازيكم بخير. راه حاولت باش ندير هاد الوقيته هادي باش نقول لكم نيت بحال هكا، حيت كاينين باقي الناس دابا حاليا بزاف راه ما مجاوبهمش، راه واحد الضغط رهيب صراحه، حيت هاد العطور هادو كيديروا الضغط صراحه، باش نكونوا متفقين هاد العطور راه كيديروا الضغط. لهذا هاد الحلقه هادي راه بحال غنبين لكم غير اشنا هو كاين، غنبين لكم غير اشنا هو كاين. شي عطور صراحه سلاوديه، شي عطور سلاوديه. المهم غادي نوريكم غير اشنا هو كاين ان شاء الله. انا ما موالفش ندير بحال هاد الحلقات، ولكن غندير هاد الحلقه هادي بحال غندير لكم غير اللي استوصاف. اما انا كنبغي، راكم عارفين السيل ديالي، كنبغي نناقش معاكم ونراجع معاكم العطور. المهم السيد ديال ابو معاويه راكم كتعرفوه، ولكن دابا غادي نحاولوا نديروا غالي السيد ديال الاثمنه وصافي باش نربحوا الوقت. ومرحبا بالجميع، عندنا العطر الرائع ريف نو وومن، عطر نسائي رائع، اداء العطر رائع، عطر يعطيك تقريبا ساعه فواحان، عطر نسائي فخم رائع. هادو راه اخر اصدارات غير باش تعرفوا، راه اخر الاصدارات، والحمد لله السلعه اللي كنا بغيناها الحمد لله راه وصلت. ريف ناو عطر رائع، فيه فانيليا، فيه ماندارين، عطر يفكرك في بيربيري هير، من العطور الرائعه صراحه. والثمن ديال ريف ناو شومن حاليا من العطور كما قلت لكم الرائعه، الثمن ديالها حاليا 170 درهم، الثمن ديالها 170 درهم من العطور الرائعه الممتازه. باروك ستا عود البديل الرائع، العود الباكارات، العطر الرائع فرانشيس كارداشيان، العطر الرائع عود ستا مود، حتى هو متوفر حاليا في قصر الفخامه. عطر رائع العشاق، العود المحطوط باتقان، العود المحطوط بالاتقان. الى تكلمنا على الاداء ديال العطر رائع جدا. بعض الملاحظات كنشوفها في هذا، وحنا الحمد لله كنتقبلوا الاراء ديالكم، راه غير ما تيكونش الوقت بعض الخطرات، يا اما كنسى الثمن يا اما كنسى الوقت باش نعطي. شي مسائل في العطور راه غير مع الوقت والزربه وكنساو. هاد الايام كما قلت لكم راه كاينين الناس دابا اصحاب الكوموندات، تخيلوا معايا راه حتى هذا لومبالاج الكرتون باش كنخدم سالا ليا، راه الناس اللي غيوصلوا مني في هاد اليومين هادو السلعه ديالكم راه غير الكرتون غير ادي بانيت لكم وصافي. الله يجازيكم بخير، عطر رائع جدا، الثمن ديالو حاليا 150 درهم، ستعود 150 درهم من العطور الرائعه. وبالنسبه للاثمنه، حتى الاثمنه الله يجازيكم بخير، الا شفتوا شي حاجه تزادت راه خوتي نتوما وخواتاتي راكم غتعرفوني، راه كنقولها شحال من مره، ما تشوفوش غير شي حاجه اللي كنكون انايا. بزاف ديال العطور اثمنه ما كايناش، ما غتلقاوهاش، اولا الا لقيتوها غتلقاوها قليله، وكيجي بحال هكايا شي اخ ولا شي اخت حتى لشي عطر وتيقول لك راه هذا راه لقيتو
بحال هذا الشيء كاع ما خاصو يكون. الحمد لله حنا خوت بيناتنا، الثقه بيناتنا، كاين في بلاصه اخرى قل مزيان. المهم انا على راسي راه كنحاول نوفر لكم احسن الاثمنه، والاثمنه راه ما كتقادش، راه السلعه فاش كتكون دخلت راه ماشي هي فاش كتقدر، والسلعه القديمه عاوتاني ماشي هي اللي كتكون ما كايناش، راه كل حاجه وكيفاش كيوقع لها. السلعه فاش كتسالي راه كنحاولوا نضطروا باش نجيبوها، اولا لعاود دخلات وبثمن زيد راه غنتقبلوها. والعطر الرائع امبر دور من العطور الفخمه النسائيه الرائعه، عطر فخم انيق رائع، هو ماشي نسائي هو يونيسكس تقريبا. العطر يفكرك في اكسينتو ايربابورا فواكه، عطر رائع جدا. فاباري حتى هو فاباري كما قلت لكم، كاين فرق ما بين هما، راه شركه وحده فاباري وفراغونس وور، اللي كتكون العالم ديال فاباري كيكون العطر شويه زايد. عطر رائع كما قلت لكم، باكاجينغ فخم، واخا انايا ما كنديش على الباكاجينغ كما كنقول لكم دائما، الكرطونه راه غير كنلوحوها، ولكن كيبقى لينا العطر اشنا هو فيه. عطر رائع بالنسبه للتفاعل، الاداء ديال العطر ساعتين فواحان، ما كنبغيش نقول ساعتين، ساعه ونصف نعم فواحان، ثبات 8 سوايع 9 سوايع عادي على الملابس نهار فما فوق. عطر امبردور من العطور النسائيه الرائعه، الثمن ديالو حاليا 230 درهم، 230 درهم امبردور من العطور الرائعه الرجاليه والنسائيه. كما قلت لكم اللي كيبغي ايربابورا ياخذ هذا العطر هذا وينسى شي حاجه اخرى، كتقول انا راه هي ايربابورا. غلاسي نوار، غلاسي نوار من العطور الرائعه، فيت شاركش معكم، راه عاود جات الثمن ديالها حاليا 170 درهم، البديل الرائع لو بارفان بيلا حتى هي متوفره حاليا 170 درهم، بيلا من العطور حتى هي الرائعه. بروهيبيتش البديل الرائع لانشي غديت باي جيفانشي الكحله، عطر رائع، عطر شويه ديال البزار فانيليا وزهره النيرود، عطر رائع. بالنسبه للاداء العطر ساعه فواحان، 6 سوايع 7 سوايع ثبات، عطر من العطور الرائعه، الثمن ديالو 130 درهم، بروهيبيت الثمن ديالو 130 درهم. وغنمشيو للرائع الريب نو انتنس من العطور الرائعه حتى هي الجديد اللي كنا كنتسناو فيهم، باختصار العشاق دولتشي اند غابانا لايت بلو بولو، بولو غالف لوغين، عطر رائع غير هو حار شويه، حار على كتحس بواحد الحروره ديال العطر، عطر رائع. اداء ديالو ممتاز، والثمن ديالو حاليا 150 درهم، الثمن ديالو حاليا 150 درهم. غيف غوش حتى هي من العطور الرائعه صراحه، هادو ما حاولوش يدير فيهم بدائل صريحه لشي عطر، ولكن كيفكروك في بعض العطور، كيفكروك في بعض العطور، لان بعض الناس ما كيفرقش ما بين اللي كتقول كيفكرك اولا كيحاكي وما بين البديل، كاين فرق ملي كنقول لك كيفكرك، بحال في المثل تنقول لك هذا العطر هذا كيفكرك في شي حاجه، يعني ماشي بديل ديالو، ماشي غتقول لي لا راه شميت هذيك الاوريجينال راه لقيتها راه ماشي بحال هذيك اللي قلتي، لا ولكن كيفكرك خط ديالك، ما كنعطيكش انا شي حاجه في الشرق وشي حاجه في الغرب، خط واحد. بحال في المثل العود، كاين العود تلمس شويه ديال الاخشاب شويه تعنبر، الا لاقينا مع 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 عطر اخر يعطينا نعم تقول لي غادي يفكرك فهذاك العطر. غير الثمن ديالو حتى هو 150 درهم كما قلت لكم، من العطور الرائعه. الكلاسي بورد حتى هي متوفره حاليا، البديل الرائع اللوبو حاليا ثمن 170 درهم حتى هي ثمن جد مناسب. بورد البديل الرائع البربيري العطر الرائع اللي كيبغيوه النساء بزاف، الثمن ديالو حاليا 150 درهم. شي حوايج راه تباعوا راه بقات فيهم ماشي كميه قليله، ولكن الله المستعان. هذا العطر هذا حتى هو من الروائع، العشاق الباكاجينغ والعطر، هنا عندنا عطر وعندنا باكاجينغ حتى هو، العلبه رائعه والعطر حتى هو اروع. هذا العطر هذا شكون هو؟ هذا العطر
من البداء ديال بي دي كي غريز شارنيل. غريز شارنيل عندنا بديل ديالو ديال فراغرونس وول لطافه حتى هي جاهدت ودارت لينا غريز. هذا هو الجديد. علاش الناس اللي كيعرفوني انا فرحان بهذا الشيء اللي دخل، ماشي فرحان حيت غنبيعو ولا غنربح فيه، لا، اللي كيعرفوني راه غيعرفوني علاش كندوي. بي دي كي من العطور الرائعه غريز شارنيل. هذا العطر هذا بحال فرونشيز هذاك فرونسيك، راه هو راه كيبان لكم بي دي كي 63 55، هو كاين فرق بيناتهم صراحه. كاين اللي عجبو هذا على الاخر وكاين اللي عجبو الاخر على الاخر. نقدر نقول لكم بحال الاودو تواليت مع الاودو بارفان ليام من العطور الرائعه، عطر فخم، عطر هائل، اداء العطر رائع صراحه. انا دابا راجعته حيت كما قلت لهم كاين شي عطور تحت المراجعه. دابا تقريبا حطيته بواحد 5 سوايع ولا 4 سوايع. عطر صراحه رائع جدا من العطور الفخمه الرائعه. وجدت لكم حتى قسمه انجل. دابا عندنا انيغما وعندنا قسمه انجل حتى هي، وعندنا خمره بالتتابع. كاينه انيغما قسمه انجل عباش خمره، باش نكون معكم صريح. انا كنبيعهم كاملين، ولكن لا بغيتي البديل الاول انيغما تابعه قسمه انجل حتى هي. اداء بالنسبه لاداء العطر رائع، يعطيك حتى ليام ليام حتى هو يعطيك تقريبا ساعه ساعه ونصف فما فوق فواحان ثبات. المهم انا كما قلت لكم دابا باقي كيتشم من العطور الرائعه. سمحوا لي راه معاه كنزربو وكنشوف في الوقت غادي سبيكتر جوست، العطر الرائع حتى هو اللي كندير ضجه. احسن بديل او لا كيفاش نقول لكم، احسن تقليد، احسن تقليد الانينيشا. هذا العطر نسانا في نشيط ونسانا في سطوه، عطر رائع. نعم احسن بديل، ونقولها ونعاود نقولها وسمعوني مزيان، احسن بديل هذا الاني نيشا اودو بارفا اكستري من العطور الرائعه اني نيشان غوس. الثمن ديالو حاليا في قصر الفخامه 300 درهم. 300 درهم اثمنه كما قلت لكم، كاين شي حاجه زايدين ولكن يستاهلوا خوتي، يستاهلوا. اداء العطر جبار، بالنسبه لاداء العطر جبار، فواحان ساعه ونصف عادي، تبات 10 سوايع 12 ساعة حدت ولا حرج من العطور الرائعة. غادي نمشيو لي جوكر. لي جوكر حتى هما متوفرين، انا كيما كتشوفوا حيدت لهم هذو الكارطة اللي عندي. بلو الكتريك، بلو الكتريك راه عندي، بلو الكتريك من العطور الرائعة لانوي دلوم بلو الكتريك إيف سان لورون. هذا العطر احسن بديل البلو الكتريك إيف سان لورون، والثمن ديالها حاليا 200 درهم. اسيد 200 درهم، ثمن جد مناسب في قصر الفخامه. وابو معاويه كما قلت لكم راه دائما كيحاول يجيب لكم احسن الاثمنه. كي عطر صراحه عطر غريب، عطر عجيب. ملي كنمشيو للنيش كنقول لكم دائما الاختلاف كيولي فالحاسة الشم ديال كل واحد، ما كيبقاش حاسة الشم. هذا عطر رائع جدا، ولكن خاص الأنف يكون متمرس. هذا الباس ديل الرائع ديال ناركوسيس فيرتوس من العطور الرائعة، الثمن ديالو حتى هو 200 درهم. وغنمشيو لخواتاتي، جبت لكم هذه لابوتيت غوب، لابوتيت غوب هو كي من العطور الرائعة حتى هو الثمن ديالو 200 درهم. والأ ريبليكا أمير العود، ما غنساوش أمير العود صراحة، ماشي غير شفنا هادو أمير العود باقي عنده، ولكن هذا ثقيل شوية، سموكي فخم، أداء ديالو رائع، فوحان، الثبات ديالو هائل، الثمن ديالو حتى هو رائع. قصر الفخامه 200 درهم. 212 وومن، راكم عارفينها 212 وومن كارولين هيريرا.
من العطور النسائية حتى هي الرائعة. عطر فخم رائع، الثمن ديالو حاليا 130 درهم، 130 درهم ثمن جد مناسب. بادي العود سيبليم وحتى البيضة كاينة باقا تحت المراجعة، صبروا معنا راه ديما المفاجآت وديما الأثمنة الرائعة والجديد. ولكن هذه الحلقة صراحة باش نكون معكم صريح، شو بغيت نزرب بات لي 15 دقيقة. سيبليم حاليا 210 دراهم، ما بقاتش 190 درهم. سيبليم بغيت نزرب حيت اصلا هذا ماشي السيل ديالي، ما كنبغيش ندير فيديوهات لاننا كنبغي نعيش معكم وكنبغي نمارس هوايتي، ماشي غير كنبيع ونشري، ماشي غير بيع وشري، كنبغي نمارس هوايتي. نقول لك الثمن ونقول لك حتى العطر. ديفين عود من العطور الرائعه، الروجا امبر عود، انيسكس عود فخم مع عنبر، عطر رائع جدا. تبد تقريبا فوحان يعطيك ساعتين ساعة ونصف، تبات العطر 8 سوايع 9 سوايع. عود فخم عود فخم نقولها ونعود نقولها، عود فخم أداء جبار من العطور الخريفية الشتوية الرائعة والرائع. سويت سويت ما نساوش حتى هو، وشحالو حنا كنتسناو فك. ها هو العطر الرائع البديل الرائع، توكسيدو أحسن بديل توكسيدو، حسن مدة التوكس ديال الهمرة فعلا. قبل ما نجربو الناس اللي قالوها ليا فعلا انا كناخذ الراي ديالكم خوتي وخواتاتي، احنا الحمد لله عائلة ديال قصر الفخام. رايكم في المحل ديالو سويتس؟ عطر رائع، طوباكو دفو من العطور الرائعة ديال بايريدو، البديل الرائع البايريدو، طوباكو ماندارين، طوباكو ماندارين من العطور الرائعة، حتى هو من العطور الجديدة الفخمة. عشاق الطباكو اخواني، عطر فخم اداء ديالو ممتاز. اربع العطور تقدر ما كتبقاش تشمهم انت، ولكن الناس اللي حداك راه كيشموهم، الناس اللي حداك راه كيستمتعوا معاك. بحال ندخل لكم على سبيل المثال، في الصباح ملي كنبغي نمشي لشي بلايص يكون فيهم الزحام ما كنهز السياره، كنمشي بالسياره كنقرب وناخذ الطاكسي باش يوصلني للبلاصه اللي بغيت. ركبت في طاكسي كبير معايا الناس، حدايا واحد السيد، انا كنت لابس امبيريال، كنحس بيه بغى يقول لي شي حاجه، بغى واحد شويه ويقول لي واش داير توماس كوسمالا ابري لامور. قلت لي لا هذه راه بديله ديال القصه امبيريال، ويقول لي انا توماس كوسمالا ما شماش، قال لي راه هي هذه، انا راه عندي راه بحال توماس كوسمالا. ولكن انا فين استغربت هو زادني هذه المعلومه ان امبيريال كتجيب اولا كتفكر في توماس كوسمالا. هو انا العطر بشحال وانا لابسه نقدر نقول لكم مابقيتش كنشمو مع كانت الحراره الصباح، راكم عارفوا 10 الصباح 10 ونص كاينه الحراره. وقلت لي زعما، قال لي راه فاش طلعت الطاكسي راه العطر راه. لهذا شي اخواني صبروا على العطور، وكيفاش نقول، وما تسمعوش الناس اللي كينقصوا من هاد العطور، راه هاد العطور هادو تستاهل، غير خاصك كيفاش تعيش معاهم وتعرف تلبسهم. اخواني واخواتي حلقة أخرى إن شاء الله، ونوريكم الجديد ونشارك معكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.